عندنا سلطه بتنجان خفيفه بالشبت، شبت وجزر وفلفل حار وادي توم مفروم، عصير ليمون، بهارات، ملح وفلفل على راي ابراهيم، وادي الباذنجان، وادي زيت زيتون، وادي عصير الليمون، وادي الخل. ونقول كده كده بالصلاه على الحبيب. شوينا البتنجان وعندي طماطميه هكسرها دلوقتي، ادي حبه كمون. الله على سيدنا محمد وجمال سيدنا محمد وحبيبي سيدنا محمد. اهو عندي مخرج بتلكك وعايز يقفل على صباعي كده، وادي مقاديرنا على الشاشه كده، مقشر الطماطميه عشان اكلها بسهله اهو، وكده اهو، وادي المضرب بتاعي، والعيش على الساق شغال اهو، شايف العيش بتاعنا ده اهو. الله 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 الله، اللهم صل على النبي. حبه بتنجان الشبت ده طعمه غالي وعالي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. بص يا سيدي، ادي كده اهو، ده رغيف العيش، يا باشا لا اتحرق ايه، بس صلى على النبي اهو، صلى على النبي اهو. لا الطاجن ما اتحرقش يا باشا، انا مش حاجه بتحرق اهو يا باشا، والطاجن شغال هطلعه على طول بس اما اخلص ده الاول. انت بتشك ايه في كل حاجه؟ الطريقه اللي تلحق النفحه، ما تقول يا اخي ان في نفحه، احنا هنقعد عليك.